شرح مشايخنا ونقل عن قاضي عياض، والقاضي عياض نقل عن مشايخنا، حتى أنه في كتابه وأقات هذا شرح مسلم، شرح صحيح مسلم للنووي. ويأتي الأشعري حشاها، هكذا فهمت أنت حشاها؟ هذا الحشوي يتكلم عن حشاها. قال النووي حينما ينقل كما ذكرنا نقلا يقارنه بغيره، إذا كان يوجد أقوال أخرى، ثم يبين ما يرد على كل قول، ثم يرجح بينها. شوف 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 هذا الحشوي يقول لك حشاها. يقولون كيف تفهم صحيح مسلم بدون الرجوع إلى النووي؟ والنووي كيف فهمه؟ أخذ من مشايخنا. أصلاً ليش لا أنت تحتاج، ليش لا نحتاج نحن لمشايخك، فضلاً عن أنه نحتاج النووي وغيره يشرح لنا صحيح مسلم؟ ليش مو؟ أليس، خلينا نلتزم فصحى، أليس صحيح مسلم هو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أليس رسول الله قد أوتي جوامع الكلم؟ أليس الله أرسله ليبين لنا الكتاب؟ ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. أليس هو مرسل لتبيين الكتاب؟ أليس أصلا الكتاب هو نفسه كما قال الله سبحانه وتعالى عنه، وأنزلنا إليك الذكر لتبين الناس ما نزل إليهم؟ أليس هذا الكلام أنتم تقولونه في نقد التفويض؟ لما بيقول واحد انه هذه في ايات متشابهه، ايات الصفات في منها متشابه لا نعلم معناه، تقول ليش يوجد في شيء في القران او في السنه لا يعلم معناه، وتستدلون بهذه الايات انه الكتاب هذا هو تبيان لكل شيء، كما قال تعالى وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. يعني هذه إذا فرضنا أنه لا يوجد في شيء مبين الكتاب، فالنبي صلى الله عليه وسلم يبينه، ولكن أصلا القرآن هو نفسه قال الله عنه ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فأنت تنقض مذهبك لما تقول أنه، لما تضرب هكذا مثال، أصلا تقول والله شوف لو رحت على الفقه مثلا وأتيت إلى كتب الفقه لتبين أن والله أن الأشاعرة عال على غيره في كتب الفقه، مع أنه هذا دونه خرط القتاد أصلا، لأنه بينا لكم إحنا إيش المراجع الفقهية، ما هو المعتمد في كل مذهب من المذاهب الأربعة من كتب ومن أئمة، وهؤلاء أشاعرة وما تريدي والحنابلة أصلا مفوضة. أما هنا أنت جاي عم تنقل، هي أصلا ضربك للمثال غلط هذا، لما تقول أنه هو في أول هذا قال أنه أتى ليضرب مثالا على سرقة الأشاعرة، قال أنه من كتب أهل السنة، جاء بإيش؟ بمثال حديث ابن مسعود كان يتخولنا كان يتخولنا بالموعظة، وقلت أنه في كلمة غريبة لا يعلمها بعض الناس، أريكم إياه، حتى هلأ جاء مناسبة هذا الكلام، شوف كيف بينقض مذهبه أصلا. عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا، في كلمة غريبة أو قد لا يعرفها كثير من الناس يتخولنا، هذا الكتاب في كلمة غريبة لا يعلمها كثير من الناس أو بعض الناس. بقى بدك تقول لي بقى الآن من هم الذين لا يعلمون كلمة يتخولنا؟ هل هم العلماء أم العامة؟ إذا كان العلماء كيف علماء لا يعلمون؟ ما إحنا أمرنا أن نسأل العلماء، بسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا مش معقول العلماء لا يعلمون كلمة معنى كلمة تخولنا. إذا قصدك أكيد أنه الجهلاء العوام الذين يعني لم يقرأوا كعلم شرعي، أو لا قرأوا ولا كتبوا أصلا، لا علم شرعي ولا غيره. إذا في عوام، إذا لا تفهم
طيب هات لا تفهم بعض بعض الأحاديث أو بعض الآيات، طيب هات بحد ذاته ينقض يهدم مذهبك كله هذا. ليش؟ ليش؟ لأنه أنت العوام عندك حجة، أنت أحد حججك في نقض مذهب الأشاعرة بتقول أنه هذه العقائد اللي بيتكلموا عنها الأشاعرة إذا عرضت على العوام لا يفهمونها، وحتى هذه المصطلحات اللي بيقولوها العرض والجوهر والعرض لا يبقى زمانين هذه لا يفهمها العوام، وهذه أنت قلتها في كتاب في هذا تسجيلك اللي عملته هذا 90 عالما وطالب علم يبينون ضلال الأشعرية، جبت في أحد من أحد هؤلاء 90 هذا هذا شو اسمه هذا حسن مشهور أنه قال هذه العقيدة الأشعرية هذه ما يفهمها العوام يا أخي صعبة. إذا عندك أنت فهم العوام حجة، وبالتالي لما تقول لي عامي ما فهم حديث أو حتى ما فهم آية، إذا جينا العامي قلنا له ما معنى والمرسلات عرفة، إذا قال ما بعرف إذا في مشكلة أنت عندك هون، لأنه عندك فهم العوام حجة. بتقول لي بس هذا مو حديث، هذا كان يتخولنا بالمعصية بالموعظة، ليش عم بقول كان يتخولنا بالمعصية، كان يتخولنا بالموعظة، بتقول لي هذا بس مو حديث مرفوع، هذا حديث موقوف، هذا من قول ابن مسعود. طيب هذا لسه الحجة عليك ألزم، لأنه أنت عم تقول الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، ومين سلف الأمة؟ أسادة السلف الصحابة، وأنه كل شيء لا يعلمه الصحابة حتى لا يعلمه أهل بدر فليس من الدين. إذن هاي إذن نحن نحتاج إلى نحتاج على فضل أنه نقط كلامك مجرد ما تقول أنه في كلمة في القرآن أو في السنة غريبي، هذا نقط أنت كلامك، لأنه غريبي على مين؟ غريبي على العلماء، وكيف العلماء غريبي عليهم؟ غريبي على العوام، العوام حجة عندك، حتى أنت بتستشهد بالعوام أنه لو سألت أين عامي أين الله بيقول لك في السماء، هذا حجة عندك أنت، قوله حجة. طيب إذن كون يوجد كلمة في القرآن أو في السنة، هلا بجيب لكم أنا أقوال هؤلاء في التفويض، كيف بقول لك أنه ما بيصير تقول ما في شيء ما بنعلمه في القرآن أو في السنة، لا لا هذا مو هاي القرآن نفسه، وهذا نفسه بيقول لك في بعض الفيديوهات بيقول لك بدليل قوله تعالى قرآنا عربيا بلسان عربي مبين، إذن القرآن عربي وبلسان عربي مبين، وعلى فرض أنه في آيات لا تفهم النبي بيّنها بدليل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، لكن القرآن نفسه بيان ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، على فرض أنه في شيء في الكتاب والسنة ليس مبينا نرجع إلى الصحابة، وإذ لما رجعنا إلى الصحابة وجدنا ابن مسعود يقول كان يتخولنا بالموعظة، إيش معنى يتخولنا؟ ما نعرف. قال نحن نحتاج، هون أصل دعوة بيقول لك نحن ما نحتاج إلى كتب الأشاعرة لحتى يبينوا لنا ما معنى هذه الكلمة، في مشايخنا اللي مين اللي هم أبو عبيد وغيره وغيره أنه بيبينوا لنا هذه الكلمة، أصلا نحن منا بحاجة لا للأشاعرة ولا المفروض هكذا تقول لا للأشاعرة ولا لغير الأشاعرة حتى يبينوا معنى كلام الصحابة، لأن الصحابة هم أنفسهم يبينون كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا كان يحتاج كلام الصحابة إلى تبيان من قبل التابعين، طيب وبلكي التابعين أيضا يحتاج إلى تبيان وأتباع من قبل أتباع التابعين، وكذلك أتباع التابعين بلكي أيضا ربما أيضا هو يحتاج إلى وهكذا إلى بيان، وهكذا تتسلسل، عرفتم؟ أريكم أنا كيف قالوا. أصلا هو ابن القيم يقول فهم كلام الله وكلام رسوله أهون وأبسط من أهون من فهم كلام العلماء، لأن الله سبحانه وتعالى جعل القرآن كما قال وهذا قال في سورة سورة قاف لا في سورة القمر نسيناها ولقد يسرنا القرآن الذكري فالمدكر إيه أريك كلام ابن القيم. لاحظوا هون هذه في إعلام الموقعين، هون كان عم يتكلم أنه لا مش ليس صحيحا قولكم أنه لو كلف الناس الاجتهاد لو كلف الناس كلهم الاجتهاد لا تعطلت المصالح لضاعت أمورنا وفسدت المصالح. ليش؟ قال لأن العلم النافع هو الذي جاء به الرسول، شوف دون مقدرات الأذهان ومسائل الخرص والألغاز،
لاحظ فإنه شوف فذلك بحمد الله أيسر شيء على النفوس تحصيله وحفظه وفهمه فإنه كتاب الله الذي يسره للذكر كما قال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فالمدكر. وفي البخاري أيضا شوف قال مطر الوراق هل من طالب علم فيعان عليه ولم يقل فتضيع عليه مصالحه. وإنما شبه الذي في غاية هو في غاية الصعوبة والمشقة مقدرات الأذهان وأغلوطات المسائل والفروع والأصول التي ما أنزل بها من سلطان اللي هي كلام العلماء بقى أريكم بس في نص له تاني ألاحظ هنا. فكيف لو رأى اشتغال الناس بآرائهم وزبد بأفكارهم وزبالة أذهانهم عن القرآن والسنة. اسمعوا هذا لاحظوا هون كيف يبطلون التفويض بقضية أنه إيش بآية كتاب أنزلناه إليك مباركا ليتدبروا آياته وأفلا يتدبرون القرآن وبأنه كلام عربي شوفوا أنزلنا إليك الذكر لتبين الناس ما نزل إليهم وأنه بلسان عربي مبين. لا